يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في اليمن قبر في قبلة المسجد وهو خارج المسجد وليس داخله وإنما في قبلته، فهل يجوز الصلاة والقبر في قبلة المسجد؟ إذا كان القبر مفصولا عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء ليس متصلا بالمسجد فلا بأس، أما إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. نعم.